3 كيلومترات في سباق الأصايل الأسبوع، انطلق بحفظ الله وسلامته هذا الشوط الأول الرئيسي لفئة الحيل. هذه العمالقة التي سنراها إن شاء الله كثيرا في النهائيات وفي الميادين الرئيسية. اللي في أول المراكز هذه الجذابة لسيد السلطان بن حمد بن تريحب بن نايفة في أول المراكز مع الجذابة. أما اللي في ثاني المراكز اللي واصل شعار بن نايفة هذه سوغة لسيد هزاع بن عبد الهادي بن نايفة في هذه اللحظة في ثاني المراكز. ثالث المراكز من الجانب الأيمن هذه الغزيل لسيد راشد المري مع الغزيل في ثالث المراكز. رابع المراكز اللي في رابع المراكز هذه الدوحة، بدعو ملكية الدوحة للسيد محمد حمد القريصي في رابع المراكز. خامس المراكز سللت إلى رابع المراكز هذه الشاهينية لسيد خليفة بن صالح العاطي. هذا الشعار الجديد على عالم سباقات الهجن، هذا شعار خليفة بن صالح العطية في هذه اللحظات يدخل هذا في الشوط الأول الرئيسي بكل قوة في هذه اللحظات في ثاني المراكز. اللي في أول المراكز هذه سوغة. تسللت في هذه اللحظات انتزعت المركز الاول هذه غاره لسيد بريك بن طالب بن هلي مع غاره. انتزعت المركز الاول في الشوط الاول الرئيسي حتى هذه اللحظات. اما اللي في ثاني المراكز هذه صوغه بدعو ملكية الصوغه لسيد هزاع بن عبد الهادي بن نايف الشهواني في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ثالث المراكز من الجانب الايمن الشاهينيه لسيد خليفه بن صالح العطيه في ثالث المراكز. رابع المراكز هذه وهاجه لسيد محمد بن جابر بن جوير مع وهاجة في رابع المراكز. خامس المراكز اللي واصل هذه الهدى لسيد أبو راكان المطوع النابت، واصل المطوع في هذه اللحظات أبو راكان المطوع النابت في خامس المراكز مع الهدى، ولكن هذه غارة لسيد بريك بن طالب بن هليل منتزع المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي حتى هذه اللحظات. هذه غارة في أول المراكز كما تشاهدون على شاشة التلفزيون. أما اللي في ثاني المراكز هذه الشاهينية للسيد خليفة بن صالح العطية في ثاني المراكز. ثالث المراكز اللي واصلة وهاجة للسيد محمد بن جابر بن جوير المري في هذه اللحظات في ثالث المراكز. رابع المراكز سوغة من الجانب الأيمن أرى شعار بن نايفة في هذه اللحظات يحاول أن يتسلل لانتزاع المراكز المتقدمة. سوغة في رابع المراكز. أما اللي في خامس المراكز اللي واصلة هذه الهدى للسيد أبو راكان المطوع النابت في خامس المراكز، ولكن اللي تسللت هذه زعفرانة للسيد علي المري واصل المزعج الصغير، واصل بكل قوة لانتزاع المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي، ولكن وهاجة للسيد محمد بن جابر بن جوير المري في أول المراكز ومسيطرة سيطرة تامة وهاجة وفي هذه اللحظات. أما اللي في ثاني المراكز اللي واصل بكل قوة هذه زعفرانة للسيد علي المري، هذا هو المزعج الصغير واصل بكل قوة في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذه غارة للسيد بريك بن طالب ابن هليل مع غارة في ثالث المراكز، ولكن روح مع بن جوير اللي في أول المراكز حتى هذه اللحظات مع غارة في أول المراكز ومسيطرة غارة في أول المراكز. ثاني المراكز من الجانب الأيمن تحاول أن تتسلل هذه زعفرانة وتعود لك يا زعفرانة السيد علي المري في ثاني المراكز، ولكن غارة مسيطرة حتى هذه اللحظات غارة ولم تصدر عليها أي أوامر حتى هذه اللحظات غارة. وفي أول الأشواط الشوط الأول رئيسي للحيل غارة للسيد محمد بن جابر بن جوير في أول المراكز. أما اللي تسللت من الجانب الأيمن كما تشاهدون هذا هو المزعج الصغير، شاف الناموس وجن جنونه السيد علي المري، يحب النواميس يحب الأشواط الرئيسية. هذه زعفرانة للسيد علي المري في أول المراكز، هذه زعفرانة كما تشاهدون على شاشة التلفزيون، يتعود مكية زعفرانة للسيد علي المري. أما اللي في ثاني المراكز هذه غارة للسيد محمد بن جابر بن جوير، ركز على يمينك يا قطبي، ركز على المزعج الصغير، شوفوا ايش بيسوي المزعج الصغير في الشوط الاول الرئيسي لفئة الحيل. هذه زعفرانة كما تشاهدون على شاشة التلفزيون انتزعت المركز الاول. نقول تهانينا والناموس للسيد المزعج الصغير علي المري على انتزاع المركز الاول في الشوط الاول الرئيسي. اما اللي في ثاني المراكز هذه وهاجة السيد
محمد بن جابر بن جوير أما اللي في ثالث المراكز اللي واصلة في ثالث المراكز الشاهينية للسيد خليفة بن صالح العطية. تهانينا والناموس للفائزين. التوقيت الزمني 4:49 و8 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس للمزعج الصغير.